لدى استقبال سموه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعي الحكومة الدائم إلى تحديث وتطوير منظومة القوانين والتشريعات بما يواكب أحدث التوجهات والضوابط العالمية، وبشكل الذي يمكن مملكة البحرين من التعامل مع مختلف التغيرات والمستجدات ويعزز من البيئة التنافسية التي تتمتع بها المملكة. وأكد سموه إسناد الحكومة لمهنة المحاماة من أجل النهوض برسالتها في الدفاع عن الحقوق وإرساء العدالة. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين تفتخر بأن لديها منظومة قانونية تتسم بالمرونة والقدرة على مسايرة مستجدات التطورات المجتمعية. وقال سموه: إننا نعتز برجال القانون ومهنة المحاماة وتاريخها العريق الذي ترسخ عبر عطاءات أجيال متعاقبة من المحامين المتميزين الذين أسسوا قواعد راسخة لمهنة المحاماة في المملكة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم المحامي حسن أحمد بديوي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وأعضاء مجلس الإدارة وعددا من المحامين، حيث استمع سموه منهم إلى رؤى المحامين للنهوض بمهنة المحاماة وتطويرها بما يعزز من دورها في خدمة الوطن. ووجه سموه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة إلى دراسة مقترحات ورؤى المحامين لتطوير أداء مهنتهم والعمل على تذليل أي عقبات تعترض عملهم، مؤكدا سموه أن الأبواب دائما مفتوحة لهم وأن تسهيل عملهم هدف تحرص عليه الحكومة. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المحامين وعطائهم الوطني، مؤكدا سموه أنهم يمثلون نخبة خيرة من أبناء الوطن تميزوا على الدوام بخبرة وكفاءة عالية تنافس أعلى المستويات العالمية. ونوه سموه بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المحامين البحرينية في تطوير مهنة المحاماة وتحقيق تطلعات أعضائها، مؤكدا سموه اهتمام الحكومة بمساندة ودعم الجمعية في تحقيق أهدافها والارتقاء بأوضاع منتسبيها. وقد تطرق سموه مع أعضاء الجمعية إلى مناقشة المستجدات بشأن قانون المحاماة والمساعي لتحديثه بما يتناسب مع متطلبات العصر ويلبي تطلعات المحامين والمصلحة العامة، منوها سموه بجهود السلطة التشريعية في مناقشة وإقرار القوانين التي تخدم مصالح مختلف فئات المجتمع. وشدد سموه على أن أي قانون يتعلق بشريحة من المجتمع يتم التشاور بشأنه والاطلاع على مرئيات مختلف الأطراف المعنية به والاستئناس برأيهم. من جانبه أكد حسن أحمد بديوي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تجسد مدى ما يوليه سموه من حرص على متابعة متطلبات مختلف فئات المجتمع ومساعدتهم على القيام بأعمالهم في أجواء من الراحة والطمأنينة. وقال مخاطبا سموه: لقاؤكم شرف وعيد لنا. وقال إن دعم الحكومة برئاسة سموه لمهنة المحاماة وللجمعية يعزز من جهودها في تحقيق متطلبات العدالة والوفاء بالتزاماتها، مشيدين بالاهتمام الكبير الذي يبديه سموه في الاستماع إلى مطالب المحامين واستجابته الكريمة بإصدار توجيهاته للجهات المعنية بسرعة العمل على حلها. وأعرب بديوي باسمه ونيابة عن جموع المحامين عن خالص تهانيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة سموه بإعلان يوم الخامس من شهر أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، مؤكدا أن كل ما نالته مملكة البحرين من تقدم وسمعة طيبة في حصولها على المراكز المتقدمة كان ثمرة جهود سموه وعطاءاته الكبيرة في سبيل بناء الوطن والنهوض به في مختلف المجالات. بعدها قام رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين بتسليم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هدية تذكارية تقديرا لجهود ودعم سموه المتواصل لمهنة المحاماة. We'll be right back.
شرفنا صباح هذا اليوم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وكان هذا اللقاء ثمرة من الثمرات التي أثلجت صدور جميع المحامين الحاضرين والغائبين بما أبدى سموه من تفهم لجميع الهموم والمشاكل والتطلعات المستقبلية ولتطوير مهنة المحاماة. وكذلك كان لنا هذا اللقاء بمثابة امتداد للقاءات أخرى سوف نتواصل معه، لأن أبوابه وأياديه البيضاء كما قرر لنا مفتوحة لنا وللجميع. شرفنا اليوم بمقابلة وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة بن سلمان. لقد فتح لنا أبواب لم نكن نعتقد برحابة صدره واستماع إلى كل هموم ومشاكل المحامين. اليوم تكلمنا بكل أريحية وصراحة، وكانت هناك استجابة جميلة من صاحب السمو. فتحنا ملفات المحامين وما يتعلق بقانون المحاماة الذي ألح على أن يصدر هذا القانون وفق المستجدات الدولية وما يتوافق مع القوانين البحرينية. النقطة الثانية اللي احنا تلمسنا فيه الدعم الكبير وهو استكمال مبنى مقر جمعية المحامين البحرينية، فقد وعدنا وعد خير، وهذه بشارة جميلة على عيد الأضحى المبارك أسعدنا فيها كل المحامين الذين لم يكونوا موجودين معنا، ولكن كل همومهم احنا نقلناها، وبرحبة صدر أيضا تقبلها طال عمره، ووعدنا بزيارات أخرى وإيجاد الحلول المناسبة، لأن مهنة المحاماة هي ركن أساسي لتنمية وتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين. يمكن احنا تقدمنا اليوم بمجموعة من الطلبات اللي من خلالها تم مناقشتها مع سمو الأمير رئيس الوزراء، اللي فعلا كان من أبرزها اللي هو مناقشة قانون المحاماة، واللي بدورهم جمعية المحامين قد شكلوا لجنة لمناقشة هذا القانون مع اللي هو اللجنة التشريعية في البرلمان، اللي إن شاء الله نتمنى يعني التوفيق والسداد لكل الأطراف، اللي فعلا احنا اليوم محتاجين ومنذ فترة طويلة التعديلات التشريعية والخاصة بمهنة المحاماة. لقد تشرفنا اليوم الحقيقة بلقاء صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء، وتناولنا العديد من هموم المحامين التي استمرت طويلا، وفي مقدمة هذه الهموم قانون المحاماة المشروع الذي أصبح موجودا من حوالي 10 سنوات الآن في أدراج السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي طرح بتركيز مع صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان اليوم، والذي أبدى تفهما ودعما لعملية إنجاز هذا القانون الذي سوف يحل الكثير إن شاء الله من مشاكل المحامين والمعوقات العملية.